في رأيك سيد أيوبي، هل من الممكن أن يأتي ميقاتي بحكومة شغور لكي تعبر مرحلة الفراغ في السياسي في والدستوري في لبنان؟ لم يعد ممكنا إحداث أي تغيير في الحكومة ولا تشكيل حكومة الآن بعد انقضاء هذه الساعات، يعني ساعات أخيرة الآن يفصلنا عن النهاية الرسمية لولاية ميشيل عون الدستورية. والرئيس ميقاتي يبدو أنه غادر إلى الجزائر لحضور القمة العربية، فلم يعد ممكنا إحداث أي تغيير في هذا المجال. بل بالعكس، الرئيس ميقاتي أصدر تصاريح في الساعات الأخيرة يؤكد أن حكومة تصريف الأعمال لها الصفة الدستورية في ممارسة الحد الأدنى من هذا التصريف والحفاظ على تشغيل المرفق العام، لأنه لا يجوز تركه للفراغ. ويبدو أنه متوافق أيضا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على التغطية الدستورية لهذا التوجه، لذلك نحن سنرى صداما دستوريا في مجلس النواب قريبا وفي الإعلام وفي السياسة حول وجهتي النظر. السؤال الكبير، ماذا سيفعل حزب الله في هذه الحالة؟ الأرجح أنه سيناصر ميشيل عون لإضفاء المزيد من الفوضى الدستورية في الواقع اللبناني.